السلام عليكم أصدقائي. اليوم أطلب منكم أن تحفظوا هذه الأبيات الجميلة، فهيا رددوها معي. رن جرس الحقيقة على لسان طفل يصور حنان الأم والعطف الذي تؤديه، فقال: أحب الناس لأمي ومن بالروح تبديني، فكم من ليلة قامت على مهدي تغطيني، بصوت هادئ عذب وإنشاد تغنيني، تخاف علي من برد ومن حر فتحميني، ومن ألم ومن مرض أناديها فتأتيني، بروحي سوف أفديها كما بالروح تفديني، وأسعى في هناءتها كما تسعى وترضيني. يا أصدقائي هيا عدوني بأن تحفظوها. ها جيد، شكرا لكم وإلى اللقاء. كيف حالك يا صديقي؟ أنا لست صديقك، أنا أكرهك. ها؟ لماذا؟ لأنك تمحين ما أكتب. أنا لا أمحو إلا الأخطاء. وما شأنك أنت؟ أنت مخطئة، من يكتب خير ممن يمحو. لا، إزالة الخطأ تعادل كتابة الصواب. أراك تصغرين يوما بعد يوم. لأني أضحي بشيء مني كلما محوت خطأ. ياه، أنا أحس أني أقصر. هذه هي رسالة الحياة، في كل يوم نصحو فيه ينقص من عمرنا. إذا لم تكن قلماً لكتابة السعادة في قلوب الآخرين، فكن ممحاة لطيفة تمحو بها أحزانهم. Thank you.
وليدي حسوني هيك اريدك عفي عليك شاطر فعلا انت شاطر اريدك دائما هيك تساعد عمك فرحان ليش لانه عمه فرحان يستحق ان دائما نساعده خصوصا بالدكان لا ابو عبد الله اصلا ما يحتاج توصيني لان انا من اجل عمو فرحان واقدم له مساعده كلش افرح لان عمو فرحان عزيز علي كلش عزيز واصلا ابويا همين يوصيني ويقول لي انت لازم تساعد عمو فرحان ولا تعوفه وحده وخليك دائما وياه نعم عفية 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 عليكم بارك الله بك بصراحة أنا أشكركم جميعا فرحتوني بهذا الكلام الحلو والحقيقة أنا جدا سعيد يعني فرحان من أشوف جاري أبو عبد الله يوصي حسوني أنه يساعدني زين كل ما أحتاجه وكذلك رغبة حسين وليدي أن يقدم لي المساعدة من ذاته وهو مرتاح والأكثر من ذلك أنه والده اللي هو صديقي وحبيبي الأستاذ علي إنه والد حسوني شنو إنه دائما يوصي حسين ويقول له إنه شنو يحتاج عمو فرحان من مساعدة وخصوصا من سرحان مو يمك وأريدك تساعده وتقدم له المساعدة أول شيء شكرا لك أبو عبد الله وشكرا لصديقنا حسوني وشكرا لوالد حسوني على هذه التربية الجميلة بارك الله بكم عمو فرحان عمو فرحان الحمد لله والشكر هذا أكيد من خلال التعاون المشترك اللي موجود عندنا بشارع الأصدقاء وطبعا النصائح ما ننساها اللي أنت دائما تقدمها لنا بشارع الأصدقاء وخصوصا همات النصائح اللي تقدمها الأصدقاء برنامج عمو فرحان خو هاي ما ننساها إحنا هم نتعلمها من عندك وطبعا من خلال هاي الامور شتولد علاقات طيبه ومبنيه على المحبه والتسامح والمساعده فشكرا لك يا عمو وفرحان الصديق العزيز والمعلم الممتاز جدا شكرا صراحه عمو فرحان وابو عبد الله انا من اجيكم هنا واسمع نصائحكم ارشاداتكم تعليماتكم كلش افرح واسعى انه انا اطبقها لان بيها مصلحتي وفائدتي بارك الله بك حسوني لذلك أريدك تسمح لي يا عمو فرحان ومن خلال هذا الحوار المهم اليوم وقبل ما نبدأ حلقاتنا وفقراتنا أنا أريد أوصي أصدقائنا الحلوين بضرورة الاستفادة من هذا الكلام ومن هاي النصائح والإرشادات خصوصا من اللي أكبر منكم يعني من الأم والأب وايضا ما ننسى النصائح اللي ينطونا اياها المعلم والمعلمه ايش تقول عمو فرحان احسنت ابو عبد الله بارك الله بيك على هذه الملاحظات الجميله والان اسمحوا لي ان ابدا التحيه مشاهدينا الكرام ونقول في بدايه الحلقه واكيد لا يحلو الكلام الا بذكر الله والصلاه على محمد وال محمد صلوا على نبيكم اللهم صل على محمد وال محمد نعم وبالبداية شنو نقول يا أبو عبد الله؟ البداية يمك بس شو شمرتها علي مع ذلك مو مشكلة أنا وياك واحد إن شاء الله خلينا نبدأ نحيي المشاهدين ونقولهم السلام عليكم أطفالنا الحلوين أصدقائنا ونلتقي وياكم دائما على الحب والمحبة وبحلقة جديدة من برنامج عمو فرحان طبعا ساعة بيش الساعة بالأربعة ساعة بث مباشر يا يوم ها شنو ما دا أسمع شو هي عفية بارك الله بكم طول أيام الأسبوع ما عدا الأربعاء وبعد شنو حسين والخميس والخميس على مدى ساعة مباشرة ونتمنى إن شاء الله أنه نحقق إحنا وياكم الفائدة المرجوة من خلال فقراتنا الحلوة اللي إن شاء الله تعجبكم شو تقول عمو فرحان؟ أكيد وخير ما نبدأ به بالفقرات وهي وقفة طيبة ومباركة من خلال الإنشودة التي أود أن ترددوها معنا أصدقائنا بها نسلم على صاحب العصر والزمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف إذن لنردد جميعا ونقول سلام يا مهدي Thank you.
معشوقي إمام زماني محبوبي إمام زماني معشوقي إمام زماني محبوبي دنياي دون ما لقياك ظلام يا نور الوجود يا عطر الورود من قلبي سلام دنياي دون ما لقياك ظلام يا نور الوجود يا عطر الورود من قلبي سلام سلام يا مهدي يا سيدي عجل إنا على العهد سلام يا مهدي بيا علي صحنا خذنا إنا على العهد سلام يا مهدي السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، اللهم عجل لوليك الفرج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، أصدقائنا الأطفال، طبعا أكيد أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم برنامج عمو فرحان. مشاهدين الكرام، قبل لا نتحدث بالفقرة التالية أريد أنه أجيب وياكم موضوع ونحكي أنا وياكم علي. طبعا هذا الموضوع ما يخص فقط الأطفال وإنما الأطفال والكبار، بس أنا حبيت اليوم أنه أخص بالكلام الأطفال وخصوصا أصدقاء برنامج عمو فرحان، واللي هو احنا اليوم بحياتنا هواي تواجهنا امور من ضمنها المشاكل، فاذا واجهتنا مشكله لا سامح الله المفروض ما ناخذ بس راينا، ناخذ راي ابونا امنا اخواننا حتى الناس اللي نثق بهم، لانه الاراء الهوايه راح تعطينا نتيجه واحده وصحيحه، اما راي الواحد فاحيانا يطلع غلط، ويمكن يا سامح الله إذا كانت عندنا مشكلة راح تكبر هذه المشكلة بدال ما تصغر، وخصوصاً أنا هواية أشوف ناس عندها رأيها بس هي الصحيحة والباقي كلهم غلط، يعني أنا أسمعك وأخذ نصائحك وأحكي وياك بس مو شرط أطبقها، أو أنا أسمع النصيحة الصحيحة بس ما راح أطبقها لأن رأيي الصحيح، وبالنهاية يطلع رأيهم هو الغلط ويطلع رأي الناس اللي كلها انجمعت على هذا القرار هو الصحيح. فدائما يا أصدقائنا الأطفال، مو بس المشاكل، حتى بحياتكم اليومية أخذوا آراء الناس واحكوا بهاي المواضيع وشوفوا وين تعم الفائدة، ويا هو الرأي اللي انذكر لكم أكثر والرأي اللي ينذكر أكثر أخذوه. فأتمنى أنه أكون ما طولت عليكم بهاي النصيحة، مو المهم تكون النصيحة طويلة أم قصيرة، المهم أنه توصلكم الفكرة وتطبقوها. أما الآن فخلينا نتكلم عن الفقرة التالية، هاي الفقرة اللي يحبوها أصدقائنا الأطفال خصوصاً اللي يدزونا لقطاتهم الحلوة واللقطات اللي بيها معنى. عرفتوها يا فقرة؟ في عليكم فقرة صور أصدقاء البرنامج. بس اللي يسأل شون أقدر أدس صورتي، أو حتى الأهالي اللي يسألون شون نقدر نرسل صور أطفالنا، الموضوع جدا سهل عن طريق رقم هاتف البرنامج المخصص برنامج عمو فرحان واللي هو 0771811228. أعيد لكم إياه 0771811228. تأخذون هذا الرقم تسجلونه في جهات الاتصال، تكتبون عليه عمو فرحان، كادر برنامج عمو فرحان، قناة كربلاء الفضائية عمو فرحان، شو تحبون تكتبون عليه اكتبوا، وبعدين روحوا إلى تطبيق الواتساب، من هناك تقدرون تدزون تعليقاتكم، صوركم، آراءكم وحتى مشاركاتكم، وأكيد إحنا إن شاء الله راح نعرضها. أما الآن فخليكم مع فقرة صور أصدقاء البرنامج.
مع صور أصدقاء البرنامج. الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلون صحتك؟ الله يحفظك. صديقنا مهدي، شلون صحتك؟ الحمد لله رب العالمين. بصراحة عمو فرحان، مديت راسي من شباك المكتبة، شفتك قاعد بالمحل، قلت أسلم عليك وأشوف إذا محتاج شيء. والله أول شيء أنا كنت أمتع نظري بصور الأصدقاء اللي طلعت. جميلة جدا. كانت شفتها. جميلة جدا، كلش حبيت. صح. إي، وهاي من الفقرات اللي أنا كلش أحبها. كلش حلوة رائعة. إي، و زين عمو فرحان اقدر استريح انا لو ظل واقف؟ يعني رجلي راحت. يا بيت تفضل استريح. شكرا جزيلا. اكيد هذا محلنا. ما اقول لك اكيد طبعا. الله يحفظك. زين جد، عندي موضوع بدي اسولف بيه وياك. يا الله خادم ان شاء الله. اي والله. تدري بدات المدارس وروشه المدارس والطلاب والتلاميذ. صحيح. واشوف لك من هو؟ من هو؟ صديقك سرحان. سرحان بس كان مسوي له مشكله. لا هو مسوي مشكله. يا الحمد لله. بس شفت اكو اهمال عنده بالكتب والدفاتر. فاني سويت اني من شفت سرحان عنده اهمال بكتبه ودفاتره وجنطه. نعم. فقلت خل اسولف لاصدقائي، هم انصح سرحان وهم انصح اصدقائي الحلوين. فكره كلش حلوه. تفضل. فاريدك تشاركني الموضوع. ان شاء الله. اكيد خدمتك. اي اريدك تشاركني. اكيد ان شاء الله وياك. نعم اصدقائي، ما زلنا مستمرين معكم بالفقرات واتمنى ان تعجبكم، لكن من بين الفقرات اريد اطلب منكم فالطلب. يعني تدون تعتبروه نصيحه، تدون تعتبروه رجاء، بكيفكم اصدقائي. المهم تسوون اللي راح اطلبه منكم، وخصوصا سرحان، لان يعني انا هذا الشيء شفته بسرحان. حلو. واني اعرف انتو تحبوني وتعرفون انه شنو اللي اطلبه منكم، وهو اكيد يصب بمصلحتكم، ولذلك سمعوني زين ونفذوا اللي راح اطلبه منكم وما خسراني شيء. حلو تمام. انتو تعرفون انه الطلب انه الطالب حتى يتعلم يعني شنو لازم يعتمد على شنو؟ الكتب والدفاتر. اكيد طبعا. اللي تتقدم فيه المواد والدروس والواجبات. احسن. صحيح. يعني شلون يدرسون؟ اكيد طبعا. نعم. في يعني تقدرون مثلا انه هذه الكتب والدفاتر انه دائما تستخدموها بشنو؟ تستخدموها بالتمارين والواجبات اليوميه. صح. لكن للاسف اللي لاحظته في سرحان ووصلتني بعض الاخبار من بعض الاصدقاء انه شنو
للاسف الشديد لاحظت بعض الطلاب انه ما يهتمون بالكتب والدفاتر، اي اولهم سرحان انا شفته بالبيت يمي اوف 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 وما يهتمون بالقرطاسي. والله شيء محزن هذا عمو فرحان جدا. اي والله أي صح. وبالتالي يعني بعد هو بدايه المدرسه واذا الكتب والدفاتر والقرطاسي يعني اذا تلفت زين شلون راح تكمل دراستك؟ ما اعرف هي هاي هنا المشكلة. مو صحيح؟ انا تعرف عمو فرحان بحكم عملي انا جوارين انا معك بالمكتبه هنا نعم. هواي اشوف اولياء امور يجون علي يشترون من عندي مرتين ثلاث مرات اسالهم ليش هذا العدد مثلا يعني وانت صح. عندك مثلا طفل واحد زين وبدايه دوام يقول بدايه دوام يعني ما يلحق يخلص شنو هذا الصرف والتلف ايه؟ قالوا ابني ما يعتني بكتبه يخربط بالكتب يشمرهن يشققهن كذا لذلك اضطر اشتري مره ومرتين وثلاثه. بصراحه هذا الموضوع انا شفته منتشر للاسف الشديد ايه 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 ايه. ولهذا السبب اني من شف السرحان ايه؟ بهذا الاهمال مالته بديت ادون في بالي كم نقطه وهي اولا حتى نحافظ على الكتب زين اول شو نسوي الحرص على تجليد الكتب والدفاتر حلو خطوه كلش حلوه والاجدادات موجوده بمكتبه صديقنا مهدي خلي يجون اعطيهم بلاش احسنت زين الشغله الثانيه محاوله وضع الكتب والدفاتر باماكنها المخصصه وافضل مكان هو الجنطه صح لو غلط بالفعل كلش صحيح صح بس بالجنطه مرات عمو فرحان هم هذا عتب على اصدقائنا الشطار اشوفهم من يرجعون للبيت من ضمنهم حتى جيراننا واصدقائي اول ما يرجع شمر الجنطه هيك بقوه خلينا نقول على الارض يشمرها من مكان مرتفع قد يكون أحسنت. بالتالي هذا ايضا راح يؤدي بضرر للكتب والدفاتر الموجوده بداخل الجنطه اكيد هم هاي نقطه خلي يراعونها شوي احسنت زين اي نعم هسه شوف شوف عمو فرحان هسه ما هاي بحديثنا دعا خل اشوف اي شو شنو حتى واحد يقول لك من تحتي شاهدك وياك شوف سرحان ما شامر جنط يلا شوف يلا حاط عرسي لك سرحان مخليها باب المحل باب المحل خاله على الشارع شوف يلا اي وبعدين يجيني سرحان يقول لي روح جيب لي كتب روح جيب لي جنطه انشدت لو ضاعت الجنطه وضاعت الكتب وياها يلا شو تسوي هالحاله هاي دائما هاي هاي الدليل زين الحلول شنو عمو فرحان هو الحلول اول شيء لازم يجلدون الكتب الشغله الثانيه يخلون الكتب وين يخلوها بالجنطه شغله اللخه التعامل مع الكتب والدفاتر والقطاسيه برفق وعلى كيف وعدم العبث فيها يعني مو شمر الكتاب وشمر الدفتر بقوه لا طبعا لو يفتح بقوه ويشلع الجلاد صحيح زين صح وضرورة عدم القراءة قبل المواد الغذائية والسائلة ليش؟ ليش والله؟ على سبيل المثال قاعد يقرأ ايه وده يشرب مثلا عصير لو شنو ايه؟ وانقلب العصير على الكتاب صح لو غلط؟ اي بهالحالة شو يسوي صحيح؟ بهالحالة تلف بالفعل زين احسنت ملاحظة واسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفق ايه طلابنا وتلاميذنا آمين. واهاليهم ومعلميهم ان شاء الله والنجاح لكم باذن الله تعالى يا رب نشوفهم ان شاء الله باعلى الدرجات يا رب هم اولهم سرحان ان شاء الله ان شاء الله اقول لك بعد هاي النصائح شنو عندنا والله عمو فرحان اكو نقطه مهمه كلش حلوه شنو انتقال الجائزه اللي احنا قلنا عليها انت يمكن ناسي الظاهر جائزه سؤال الاسبوع واليوم السحبه جاي اشوف هناك سعيد وحزين وعمو عبد الله رايح لهم بالطريق يلا نروح نشوفهم شنو السالفه يلا انا اتابعكم منه يلا خلينا نروح نشوف يلا حزين حزين ها احنا وين وصلنا هسه احنا وصلنا لفقرة سؤال الاسبوع خوش وان شاء الله ان شاء الله اليوم راح نطرح الجواب ونسوي القرعه السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله ورحمه الله ها جاهزين جاهزين ان شاء الله يلا هسه شنو ابو عبد الله شنو اول شيء رحب المشاهدين اي هو انا جاي على مود ارحب يلا السلام عليكم اطفالنا الحلوين وصلنا احنا وياكم اليا فقره فقره سؤال الاسبوع سؤال الاسبوع نعم. وموعد القرعه اليوم يعني اليوم الجائزه الحلوه المقدمه من شركه اسيسل اي طبعا اللي هي شنو جهاز راوتر راوتر, راوتر. يلا هسه انتوا شنو ابو عبد الله ابو عبد الله هسه احنا قبل نسوي القرعه ونذيع الفائز لازم نشوف السؤال وبعدين الجواب خوش يلا يلا اصدقائي خلينا نشوف السؤال يلا السؤال كان يقول طيلة الاسبوع كنا نطرحه يقول كم سنه عاش النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم في مكه بعد النبوه وقبل الهجره هذا السؤال حزين انت ايش راح تسوي لنا هسه ام ابو عبد الله نعم. هسه شنو احنا راح نشوف الجواب راح نشوفه سوا على الشاشه يلا يلا جاهزين الله هذا الجواب الجواب يقول 13 عام 13 عام 13 عاما سن نعم سن. هسه شنو ام ابو عبد الله يلا انا راح اخبط الاسماء وانت اسحب الورقه يلا ما عندي اي اشكال يلا
يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا الله. مبروك للفائز مقدما. طبعا. ايه. كاف كاف كاف. اسحب يا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. 379. ألف مبروك. ألف مبروك للفائز. ألف مبروك. يعني هسه الفائز شو يسوي؟ وين يروح؟ شو يسوي؟ راح يتواصلون وياه. زين. الكنترول يتواصلون وياه. زين. إن شاء الله وراح يطوع على آلية استلام الجائزة. حلو. تمام. ممتاز ممتاز. هسه إحنا وين نروح؟ وين نروح؟ الروح عندنا فقرة كلش حلوة زين ويا صديقتنا بنين راح تعطينا معلومات زين. وتنقلنا إلى 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 فقرة كلش حلوة طبعا يعني هي دائما عندها فقرة مهمة هي أكيد نسولف ويا الأطفال قصص صحيح نصائح هي تنقلنا صور البرنامج وصور أصدقاء البرنامج فإذا هي كل إحنا فقراتنا كلها مهمة ترى أكيد أكيد يلا يلا يعني خلي ننتقل للبنين يلا هاي البنين صحيح يا عمو أبو عبد الله ويا حزين ويا سعيد مثل ما قلتوا كل فقراتنا مهمة بس قبل لا أنقلكم إلى فقرة أخرى أحب أنه أقول ألف مبارك للي حصل الجائزة واللي فاز بسؤال الأسبوع أما بالنسبة إلى الفقرة فأكيد إحنا ما زلنا مستمرين في فقرات حلقة اليوم ولكن وصلنا إلى فقرة تعبر عن نشاطاتكم عن إبداعاتكم ومواهبكم طبعا أكيد برنامج عم فرحان يستقبل كل المواهب سواء كانت مواهب قرآن كريم شعرية تأليف قصصي سرد القصص وغيرها وغيرها حتى الرسم أو حتى لو كانت مواهب ببدايتها وتحبون أن تطوروها ولكن تحبون ترسلوها إلى برنامج عمو فرحان أكيد راح نعرضها مشاهدين الكرام وأصدقائنا الأطفال وأكيد راح نقدم لكم كل الدعم حتى تقدرون تطورون مواهبكم حتى تقدرون تصلون إلى أوسع الأماكن اللي هاي الأماكن تطور مواهبكم وتخليكم معروفين وتقدمون فتشي إلى وطننا العراق أما الآن مشاهدين الكرام فوصلنا إلى فقرة مشاركات الأصدقاء أقدم شكري إلى سندباد سندباد اللي دائما يروح ويجيب لنا المواد الحلوة حتى يخلينا نشوف مشاركات أصدقائنا الأطفال ونشوف مواهبهم طبعا اليوم راح سندباد إلى إحدى المدارس التابعة إلى العتبة الحسينية المقدسة وعلمونا فتشي وخلونا نشوف أيضاً فتشي هذه الأشياء اللي علمونا عليها إن شلون نقدر نرسم بطريقة مختلفة وبألوان مختلفة وخلونا أيضاً نشاهد مواهب بعض الأطفال طبعاً أكيد إحنا متحمسين هواية حتى نشاهد هذه الفقرة فيلا تعالوا ويانا خلونا نشوفها السلام عليكم أصدقائي أصدقاء برنامج عمو فرحان اليوم راح اخذكم المكان المميز جدا اللي هو المرسم الصغير صح هو صغير بس بمواصفات كلش كبيره تساعد الاطفال على الرسم ويطلعون ابداعاتهم بالرسم شو تقولون لو تجون ويانا حتى نشوفه تعالوا ويانا مشاهدين هسه احنا نريد شنو نريد واحد يشرح لنا هاي الرسومات الجميله شنو نتعلم منها بس خلينا نشوف هاي البطل وبلكي شرحناها السلام عليكم وعليكم السلام شو اسمك صديقي حسين حمزه حسين حسونه ممكن تشرح لنا هاي الرسمه شنو هو شنو استفاد منها شلون نرسمها انه نصبغها بهاي الطريقه هي هاي الرسمه شنو هي هاي الرسمه عباره عن شجره وقبل لا يكون احنا كنا نرسمها قبل لا احنا نرسمها كانت عباره مجرد ما عندها اي ورقه من اوراق الشجر واحنا دخلنا بالموضوع وقلنا نسوي لها اوراق الشجر مثل ما تشوف رايك حسوني شو نتعلم من هاي الرسمه راح نتعلم هنا انه كيف شلون نرسم الشجره حلو صديقنا هسه خلينا نشوفها للمشاهدين نرفعها ما شاء الله شوفوا أعزائي المشاهدين هاي الرسمة الجميلة زين حسوني سأل السؤال موجه إليك ولكل أصدقائنا هنا من علمكم هاي الرسمات إحنا تعلمناها من ساعدكم يعني من تتعلموها
سجنات ام الخضره فنيه. حلو، احسنتم. فسعزة مشاهدين، احنا حسوني هواي حكي، رد بعد واحد ثاني يحكي، فخلوكم ويانا، خلي نروح نشوف الابطال الثاني. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو اسمك صديقي؟ كيان عباس. كيان، كيان، شنو هاي الرسمة الجميلة؟ أنا ما أعرف رسمها. احنا تعلمناها. تعلمتوها؟ زين إذا أقول لك علمني تقدر تعلمني؟ إيه. زين شنو هاي؟ خشبة. خشب، جذع، هاي شنو؟ هاي كلها أوراق مو صحيح؟ إيه صحيح. زين، هسه سألنا حسوني، ونسألك أيضاً، شنو نستفاد من هاي الرسمة وشنو نتعلم منها؟ من خبايا فنية. حلو، بس يعني مثلا سؤال اشوفه، مو راح اتعلم انه اكون اني ازرع وهاي الاشياء مو صحيح؟ اي مو صحيح. برايك هذا الشيء صحيح؟ اي صحيح. حلو، زين، خلينا نرفعها، شوفوا اصدقائي المشاهدين. اصدقائي المشاهدين، هاي الرسمه الجميله. وسعزائي المشاهدين، من بعد ما شفنا الرسمات مال كيان وحسن، راح اترككم نشوف كل الرسمات مع هذول الفنانين، فنانين المستقبل، خليكم وياهم. مشاهدين، من بعد ما شفنا هاي المواهب الجميلة اللي شفناها في المرسم الصغير التابع إلى روضة الحسين الصغير النموذجية، شفنا الرسومات الجميلة وتعلمنا شلون تنمي شجرة من خلال صديقنا حسين، وعرفنا منو علمهم من خلال صديقنا كيان. فلهنا تنتهي فقرتنا، مع السلامة. مرحبا بكم اصدقائنا الشطار، وحياكم الله. وهسه فينكم وين وصلنا؟ انا اقول لكم وين وصلنا. وصلنا وياكم اصفانا الحلوين والحبابين لفقرتنا الجميله اتصل وارباح. وبهذه الفقره الجميله والرائعه والجميله، منو راح يشاركني؟ سعيد وحزين وعم ابو عبد الله. خليكم جاهزين ومتحمسين كلش 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 هواي بعد الفاصل. اتصل واربح. عبد الله ما جاياكم؟ والله ما ادري. عم ابو عبد الله عنده شغل. عنده شغل. يلا نبدا باستقبال اتصالات. يلا اول اتصال وياك. اول اتصال وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله. شنو الاسم؟ انوار خالد. انوار خالد من محافظه البصره. اهلا وسهلا بكم. انوار جاهزه للسؤال؟ نعم. يلا خلينا نشوف السؤال. شوف سؤالنا على الشاشة. سؤال حلو. السؤال يقول: ما اسم هذه الأداة؟ بس خلي تظهر على الشاشة. يلا ما في مشكلة. يلا. ما اسم هذه الأداة؟ ركزوا. شو اسم هاي الأداة؟ منشار. شوف الجواب. جواب صحيح. أحسنتم جدا. شكرا جزيلا لصديقة البرنامج أنوار، تحياتنا لكم جميعا. اتصل آخر. سلام عليكم. عباس من واسط، شلونك عباس؟ يا حياك الله عبوس الشاطر. عباس الشاطر، أنت بياصف أول. هو اسم بابا شنو؟ عباس. نعم، شنو اسم بابا؟ ماهر. مو بس اسم بابا، بس اسم الأب ماهر. ماهر. عباس ماهر. عباس عندي سؤال، السمكة وين تعيش؟ بالمي لو على الأرض؟ على
على القاع يعني بالماي. اجابتك صحيحه. شكرا جزيلا، اللهم صل على محمد وال محمد. اكيد هذا ثواب هذه الصلاه على محمد وال محمد هديه لك ان شاء الله، ودخل اسمك بالقرعه. شكرا طبعاً لك طبعاً. يا شاطر، مع السلامه. سلامه. يلا اتصال وياك. الو، السلام عليكم. زهراء من بابل. زهراء شنو اسم بابا؟ حسن. شنو؟ حسن. تمام. لا مو حسن. ها مو حسن؟ قاسم. حسن. حسن. زهراء حسن. اهلا وسهلا. زهراء جاهزة للسؤال؟ نعم. يلا خلينا نشوف السؤال على الشاشة. سؤال على الشاشة. سؤالنا يقول: ما اسم هذا الحيوان؟ ركزي ركزي. ما اسم هذا الحيوان؟ بالغابة موجود. هل هو الدب ام القط؟ الدب. خلينا نشوف الجواب. ان شاء الله صحيح الجواب. شوف هاي شبه للقطه. اي طبعا. الجواب صحيح. جميل جدا ورائع، احسنتم، ربي يبارك فيكم. اكيد دخل اسمكم بالقرعه، نتمنى لكم يا رب ان شاء الله اطيب الاوقات. كيان من ذي قار. كيان من ذي قار، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيان. كيان. وعليكم السلام. حياك. كيان شنو اسم بابا كيان؟ وائل. شلون؟ وائل. 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 كيان وائل. تمام. كيان عندي لك سؤال كلش حلو. اي. كم حرف موجود في اسمك اللي هو كيان؟ أربعة. أربعة. شكرا جزيلا، تحياتنا لك، ما شاء الله تسجلنا القرعة، ربي يوفقك يا رب. اتصال آخر، خلينا نشوف من راح يكون ويانا. يا أهلا وسهلا بكل المتصلين، وين ما يقدرون يتصلون همين أهلا بيهم. برأيك من يا محافظة راح يكون؟ أنا أحسها كربلاء. أنا أحسها من بغداد. من بغداد. منو؟ خلينا نقول السلام عليكم. أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. يا أهلا ومرحبا، شنو الاسم ومن وين؟ علي رياض. علي رياض، ومن وين؟ كربلاء. من كربلاء. حياك الله واهلا وسهلا، وفاز سعيد بالاجابه. زين يا علاوة الشاطر، قل لي انت يا صاف جيد عمره؟ انا مبطل عمري 14. ما شاء الله، ربي يحفظك يا رب. زين جاهز السؤال لو ما جاهز؟ يلا نشوف السؤال على الشاشه. سؤالنا يقول: ما اسم هذه الآلة الكهربائية؟ جهاز كهربائي يعتبر. مكنسة. مكنسة كهربائية. خلينا نشوف الجواب ان شاء الله صح. يلا خلينا نشوف الجواب. احسنت. عافية عليك، الاجابة صحيحة، احسنت، تبارك الله فيك، شكرا جزيلا، مع السلامة. مع السلامة. سرنا كثيرا باتصالاتكم، شكرا جزيلا، ما شاء الله، هواي هواي اتصالات. طبعا طبعا. كان ابونا يحضر عمو ابو عبد الله حتى شوية ياخذ شوية من عندنا. اي والله. زينب من ذي قار، الو السلام عليكم. اهلا وسهلا زينب، شنو اسم بابا؟ صالح. زينب صالح من ذي قار. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا كل اصدقاء البرنامج. زينب شنو رايك بالبرنامج؟ نعم شنو السؤال شنو؟ شنو رايك بالبرنامج؟ عمو فرحان برنامجنا. برنامج رائع جدا. شكرا شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ما شاء الله مثل اسمك تقرا. شكرا جزيلا. عندها مشاركة؟ ما هذه بعد ويانا الخط؟ راح راح. اتصال اخر معاك. اتصال اخر، السلام عليكم. محمد من كربلاء، السلام عليكم محمد. هلا ابو جاسم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. محمد شنو اسم بابا؟ محمد باسم من محافظه كربلاء. محمد باسم من محافظه كربلاء. حمودي تبي اصف؟ اني بالصف الاول. بالصف الاول. عندنا لك سؤال مهم. اعطيني لونين ينتين بحرف الراء. اها تمام. يلا حمودي. اثنين عندنا موجودات بالحديقة. يلا انت اخر اتصال. بك تفوز ان شاء الله. الو. الو. حمودي اعطيني لونين ينتين بحرف الراء. اصفر واخضر واحمر. اي موجودات. ها.
قطع الاتصال للأسف. جاوب مكانك. أحمر وأخضر. أحسنت جوابتك صحيحة. وأصفر. دخل اسمه بالقرعة. مدى سعيد راح يجي القرعة ما شاء الله بيشوف الحماس. طبعا ما شاء الله. أنا اليوم سويت قرعتين. الفائزة معانا هي أنوار خالد من محافظة البصرة. مبارك لكم، ألف مبروك يا رب، إن شاء الله الموفقين والنجاح. نتمنى لكم إن شاء الله أضيب الأوقات تقضوها في برنامجكم عم فرحان، ولاستلام الجائزة هي صديقة البرنامج أنوار. تواصلون الآن مع الكنترول وراح يجاوبكم إن شاء الله العم علي عظيم إن شاء الله. نعم. وهذه الجائزة هي مقدمة من قناة كربلاء الفضائية. تواصلوا هسه ويانا على الواتساب عمو علي عظيم، هو راح يمتلككم إن شاء الله ويتواصل وياكم. شكرا جزيلا، وخلي نروح العم فرحان. مشاهدينا الكرام، كانت رحلة موفقة وعلى مدار ساعة كاملة حصلنا فيها على المعلومة والنصيحة والابتسامة الجميلة من أصدقائنا الأطفال. إلى اللقاء.